أي العامل المحلي عن أين ذهبت مليارين التي خصصت لترميم مدينة تيت وبالخصوص مركز ملاعب الأبقار. جوج مليار لترميم الضريح ديال ملاعب الأبقار هادشي هادشي واحد الوهم ولا قال هادشي واحد من الأرض باش كان جوج مليار راه والو حيت الدراسات اللي كانوا قالوا دابا الدراسات ما كايناش كان واحد المشكل معاهم من الدراسات ما كملش الدراسات اللي خصهم الدراسات ما كملهاش كيفاش غادي يدوا لك جوج مليار باش تخدم هادشي هذا وحال هاد جوج مليار كاينه ما عارفين مشات بحال هاد البلاد هادي غادا بحال هكا ما كاين لا رجال المراقبه لا حتى شي حاجه غير راه كنهضروا على جوج مليار كتبدا تحولت هنا مشات هنا ماشي كلشي وهم كلشي هادشي ما كاينش منه حتى شي حاجه وكنقول لك انا الدراسات اللي كانوا داروها الان كان مشكل مع 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 مكتب الدراسات حتى الان ما كاينش الدراسه هذيك ما عندناش الدراسه بتاتا هذه ديال الترميم ديالها فيما يخص المراحل راه خصنا نعرفوا راه الموسم ديال 10 ايام عندنا ما يفوق على واحد 10 مرحله تقريبا فيه واحد 30 ولا 40 مرحله مرحله كنهضروا على واحد 3 مرحله باش هي اللي كاينه في الموسم اللي كدبروا واحد الفتره ديال 10 ايام ناقصين زايدين نهضروا نشوفوا انا راه كنتسارى في الموسم ما كتبانش شي حاجه معاك المخله باش نقولوا راه كاين اشكال في المراحل لان كون كان الاشكال ما تبانش شي حوايج اللي ماشي هي هذيك الحمد لله الموسم راه كاين كلشي بخير كلشي والزوار ما عمرش زائر قال لي ودي ما عمرش شي واحد كيقلب على المرحال ديري انا ما خصنيش نخدموا الامور ملي كتكون الامور ناجحه كنبداو نقلبوا على التفاهات باش نبينوا بان راه كاين الحمد لله الموسم ناجح بينا ولا بدا بينا الموسم ناجح براسو الموسم ناجح بالشهره اللي عنده كما قلت لك الطموحات ديالنا خلال هذا الموسم راه كنت في الدوله الصحفيه بغينا هذه الدوره تكون هي الدوره اللي تستخدم الارقام القياسيه لا بارك الاحصاء استخدمنا الارقام القياسيه لعدد الصفات ولعدد الخيول كنتسلى واش نحكموا بعدد الزوار وانا كيبان ليا جليا حيت في البدايه ديال هذه السنه انا ما عمرتش انا 40 عام ولا تجي الموسم ما عمرتش شفت نهار الجمعه في بدايه الموسم هذا الكم الهائل ديال 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 الزوار وان شاء الله هذه ايام الاربع ايام ان شاء الله هي باش هذه الدوره تكون فعلا خدمت الارقام القياسيه في جميع المجالات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.